معنا على الخط الهاتفي النقيب فواز الصميم. نقيب فواز، مساك الله بالخير. مسيك الله بالنور. يعطيك العافية. بما اسمك فواز أكيد عندك كل المعلومات وكل الإجابات على أسئلتنا اليوم. إن شاء الله بإذن الله. طبعاً الله يعطيكم العافية على جهودكم اللي تقومون فيها في مراقبة أمن البحرين خاصة من الناحية المالية. سؤالنا الأول، التقرير اللي توصل أو التقارير اللي توصل لكم بالأحرى مثل اللي قرينا عنها اليوم، شنو أبرزها وفي شنو تتعلق؟ طبعا هذه التقارير توصل في البدايه، خلينا نقول ان الاداره قاعده تعمل من خلال منظومه متكامله. صحيح. يتكامل فيها عمل الاداره مع عدد من الجهات في مملكه البحرين، تشمل طبعا مصرف البحرين المركزي، وتشمل مختلف مؤسسات القطاع المالي في المملكه. صحيح. من خلال هذه المنظومه يتم رصد التقارير الماليه المشبوهه اللي تتضمن القيام بعمليات ماليه اثناء القيام بها ما تم الالتزام بانظمه وضوابط النظام المالي في مملكة البحرين. نعم. طبعا هذه آلية الرقابة اللي تكلمنا عنها تعتمد على شنو بالضبط نقيب فواز؟ تعتمد على عدد من الضوابط تم وضعها من قبل مصرف البحرين المركزي، وتختلف من شخص لشخص. المؤسسات المالية هذه نفسها اصلا عندها اللي هي بما معناه ان شلون تعرف الكاستمر اللي عندك. صحيح. والعميل اللي عندك. صحيح. فلما يكون في شيء مشبوه فرضا انت ماشي على نمط واحد طول ما انت عميل عند هذه المؤسسه الماليه، لما اتي في وقت ما ويفرق عندك هذا النمط بصوره مو طبيعيه وما تقدم اي مبررات حق البنك، طبعا البنك بيعلمك بالاجراءات كلها او مو شرط البنك، مؤسسه التحويل، قطاع التامين، المؤسسه الماليه اللي تتعامل معها. جميل. موجوده عند هذه الضوابط وبيوضح لك ان في حاله اتخاذك هذا الاجراء لازم تقدم هذه الاثباتات او لازم تقدم مصدر المال او غيرها من الاجراءات اللي موجوده من ضمن هذه الانظمه. صحيح. جميل جدا. لما يكون في مخالفه لهذه الانظمه يتم رصد التقرير كتقرير مالي مشبوه. جميل جميل. رصد الانماط المتغيره هذه مهمه جدا. في السنوات السابقه هل قادتكم مثل هذه التقارير المشبوهه الى نتائج كانت ممكن تسبب اضرار على البحرين او اي دوله خاصه من ناحيه التلاعب في الامور الماليه، يعني مثل تمويل الارهاب خلينا نقول، غسيل الاموال، وشنو هذه الاجراءات اللي تم اتخاذها؟ في السنوات السابقة وما زال هذا الموضوع مستمر، التقارير المالية المشبوهة في قضايا سابقة وفي قضايا ما زالت مستمرة الإدارة شغالة عليها، تكشف مثل ما تفضلت العديد من جرائم غسيل الأموال، جرائم تمويل الإرهاب. بس للأسف يعني ما بقدر الحين أعطيك تفاصيل عن مثل هذه القضايا، لأن مثل ما قلت لك هذه قضايا ما زالت الإدارة صحيح وقيد التحقيق مثل ما يقولون. بالضبط. بالتأكيد الكشف عن معلومات قيد التحقيق راح تضر أيضا بالجهات اللي قاعد يعني يكون موجودة في هذا التحقيق. النقيب فواز الصميم من وزارة الداخلية، كل الشكر والتقدير لك.